طيب خلينا ننتقل من الحديث عن ما تم وحضرتك وضحته بشكل أكثر من رائع في ملحقات استاد التتش وفي الاستاد نفسه أرضية الملعب والمدرجات وصولا إلى القطاع الخاص بكل احتياجات ومتطلبات الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي طبيا وعلاجيا وفنيا والجانب الخاص بالمحاضرات إلى آخر هذه الأمور والتجهيزات اللوجستية الموجودة عند أشهر فرق كرة القدم في العالم. أستاذ طارق هننتقل للحديث عن النشاط الرياضي بشكل عام، كيف ترى حصاد موسم منقضي النتائج الفرق الجماعية والفردية؟ عايزين نظرة عامة بتمثل فيها حضرتك رأيك الشخصي ورأي مجلس إدارة بشكل عام عن ما تم إنجازه واحتياجات الموسم الجديد بالنسبة لقطاع النشاط الرياضي. مبدئيا برضو عشان يعني أوصل حاجة أستاذ المشاهدين أن لا في اهتمام غير طبيعي بالمجلس بالنشاط الرياضي بألعاب الصلاة والألعاب الفردية وخلافه والكلام ده، والدليل على كده ان احنا برضو خلال السنة اللي فاتت تم عمل لائحة للنشاط الرياضي، واللائحة دي خدت جهد كبير من مجلس الإدارة او من العاملين جوه النادي او الخبرات اللي استعان بهم المجلس في ان اللائحة تطلع بالشكل اللائق بالنادي الأهلي وفي نفس الوقت اللي يلبي احتياجات الفرق الجماعية والألعاب الفردية والمديرين الفنيين من كل النواحي، اي اوجه قصور المفترض ان وصلنا واي تعديل وارد في اي لائحه، يعني لو اكتشفنا في اي فتره ان في حاجات ممكن يتعدل فيها او خلافه ممكن يحصل الكلام ده. مؤخرا تم تشكيل لجنتين ودي برضو لاول مره تحصل في النشاط الرياضي، في لجنه لتطوير العمل جوه النشاط الرياضي نفسه وده فيها ثلاثه من زملائي اعضاء جزرات النادي، وفي لجنه لاكتشاف المواهب برضو حاجه اكتشاف المواهب دي ما كانتش موجوده قبل كده في العاب الصالات او كده، يعني كانت دايما حته متعلقه بكره القدم. اللجنه دي المفروض تضم فيها قامات من العاب الصالات والالعاب الجماعيه الموجودين في مصر من ثلاث العاب يعني. وروعي في اللجنه دي تنوع الاجيال، على فكره عندنا في النادي الاهلي دايما بنراعي الحته دي في اي تشكيلات متعلقه بحاجات فيها حاجات تكوين لجان او خلافه، بحيث ان يبقى اللجنه المناوط بيها دي في جيل من الخبراء القدام خبراء اللعبه القدام وفي جيل من جزء من الجيل الوسط ومن جيل وشفنا اللي حضرتك بتقوله ده انعكس على الاختيارات حتى في تشكيل لجنه التخطيط والتطوير لكره القدم بالظبط. فنفس الحكايه برضو في لجنه اكتشاف المواهب، اللجنه دي شغاله من حوالي شهر تقريبا وبتحط اليات واستراتيجيات متعلقه بالالعاب الجماعيه كلها وهدفها اكتشاف المواهب وان هي تغطي كل نجوع مصر، ان هي ما تبقاش متعلقه بس بالقاهره او خلافه. ما ننساش بقى حاجه عندنا الاكاديميات متواجده في كل فروع النادي الخاصه بالالعاب الجماعيه وبتلقى اولويه من مجلس الاداره ومن المسؤول عن ملف النشاط الرياضي في النادي كابتن رؤوف عبد العزيز. الاول برضو عايز اقول لحضرتك ان لما تمسك بالنسبه للالعاب النشاط الرياضي بصفه عامه الالعاب الفرديه عندنا لو بصيت ل 95% من الابطال في الالعاب الفرديه سكواش وخلافه والكلام ده موجود في مصر هتلاقيهم من النادي الاهلي، يعني واخدين اماكن الحمد لله او ترتيب عالمي او بطولات او كده هم من ابناء النادي الاهلي من عندنا موجودين في النادي، ففي اهتمام بالكلام ده موجود. لو هنتناول الحاجات اللي متعلقة بقى الثلاث ألعاب ممكن أكلم حضرتك بالتفصيل على سواء كرة الطايرة والسلة واليد واللي تمت مقابلته إيه واللي تم من خلال مجلس إدارة النادي والاستعداد إزاي للموسم الجديد.